ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ ايش مسوين؟ كل عام وانتم بخير ان شاء الله. ها يا حريم، متحمسين؟ 10/10، طلعت الرخص وما طلعت الرخص؟ شفتوا الفيديو الاول والثاني ولا ما شفتوا؟ اللي ما شافوا يروح يشوفوا. كيف التجهيزات بالله للسواقة؟ حماس ولا مو حماس؟ انا والله مرة فرحانه لكم، فرحانه لنا كلنا، والله يجعل لكم السلام ان شاء الله يا رب، وان شاء الله يا رب كده البنات يكونوا قدوة حسنة للاولاد، انه نعدل اوضاع السواقة وكده ومدري ايه، فهمتوا؟ السواقة ادب مو قلة ادب، والله السواقة فن ادب. المهم اليوم ان شاء الله باذن الله، شوفوا عشان حتكون قاعدة طويلة فحنقسم الفيديو قسمين، بس انتوا ضروري تروحوا تشوفوا الجزئين، حنزله ان شاء الله باذن الله في نفس الوقت. ففي شيء اليوم حيكون عندي نظري وفي شيء علمي عملي قصدي ما كملناه، فراح اكمله معكم اليوم باذن الله. نتكلم عن الطلوع على الخط السريع. بقول لكم معلومه، ترى لما جيت اتعلم السواقه تعلمت السواقه اول على الخط السريع. ليش؟ لانه الطريق السريع ما فيه له ناس، يعني ما فيه له، كيف اقول لكم، ما فيه له التوتر اللي موجود على الشارع العام، يعني بريك ما بريك، بنزين ما ادري ايه دي الاشياء، فهمتوا؟ يعني خلاص هو بس انت بس داعسه على البنزين وماشيه. فانا اول ما تعلمت حرصت اني اتعلم على الطريق السريع، حتى تغيير الخط ما تغيير الخط. فبس يعني تتعلموا على طريق سريع ما على طريق سريع براحتكم، بس انا بقول لكم انه انا تجربتي كانت اول ما تعلمت السواقه تعلمتها على الطريق السريع، ومره مريحه، مره كانت مريحه، مره كانت مريحه بالنسبه لي. فبسم الله، شايفين المساحه اللي بيني وبين الرجال اللي قدامي؟ انا مره ماني داخله في عرض ولا اني مره قريبه منه، مره ممتازه المساحه هذه، انك تسيري مساحه بينك وبين السياره اللي قدامك. يقول لك انه واحده من اسباب الزحمة في الشارع على الطريق السريع بالذات انه الناس تلصق 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 ورا بعض، بس لو كان في مساحة يقول لك انه الزحمة تكون اخف. فأنا ماني مختصة في الزحام والسيارات وكده، بس اللي يعرف انه ذي المعلومة صحيحة ولا غلط يكتب لي تحت في الكومنتات. طبعا انا اليوم مسوي مخاطرة لاني دحين طالعة الساعة تقريبا على وقت الخرجة من الدوام، فأكيد الطريق السريع مرة زحمة، بس مش مشكلة. يمكن يكون أحسن ظرف إني أسوق فيه طريق سريع. عندي واقف في الإشارة اللي قبل هذا السكة لا تفتح. بسم الله فتحت. أوكي. شوفوا أنا دحين ماشية على خطي. إذا كان مرة 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 زحمة يقوموا يشغلوا الإشارات هذه اللي عند المدخل حق الطريق السريع، بس ما هي شغالة لأنه الطريق ما هو مرة يعني. إيش الفرق الطريق السريع عن الطريق العادي؟ إنه السرعة زيادة، يعني الطريق العادي أحيانا 5، أنا قاعد أتكلم بالمايل فأنتم ما أدري بالكيلو كم يطلع، 45 مايل، هنا لا 65. أوكي شوفوا، تبديل الخط نفس تبديل الخط في الخط العادي، بس انا اقول لكم انه الدعسه حقت رجلك حتى ما هي اشد، بس انه دائما رجلك داعسه عاده، ما انت على البريك الا لما تخرجي من المخرج، فهمتوا؟ فبسم الله لو ببدل الخط نفس الحكايه، اطول طله بسرعه يقدر يفتح الغماز. اوكي عادة الخط اليمين للناس اللي ماشيين يعني يكون في حدود السرعة، الخط اليسار الناس اللي شاخطة. أنا لو مرة 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 أشخط يعني 80، ما عندي زيادة. شوفوا عشان بدأتك عشان الزحمة، في هنا عندهم إذا تعرفوا شيء اسمه الكاربول، الكاربول اللي هي العلامة المعينة على الطريق السريع، انه اذا احنا على الطريق السريع في ساعات الذروة يشجعوا هم انه الناس يطلعوا مجاميع في سيارة واحدة. فلو انا في ساعة ذروة ولحالي قاعدة في السيارة وركبت الخط هذا، علي مخالفة،
بس مو ساعات الذروة عادي يطلع عليه يعني. ما أعرف والله هذا النظام فيه ولا ما هو فيه في السعودية. بس anyways this is an معلومة. أوكي أنا الحين بحاول أعدي أطلع على الخط اليمين عشان أبى أطلع من المخرج. شو هو زحمة. قد ما اقدر ابغى اقرب مخرج لي. عند الحين وقت الخرج من الدوم كل مين بيجري على بيته خلي يجري على بيته فمرة تنتبهوا يعني هتعرفوا انتوا اكثر مني. شوف انا من يوم ما كنت هناك لين هنا ترى الحين عندي ما سكت الغماز دوبي ها بسكره خلاص انا اقصى اليمين. شايفين اللوحات هذه الخضراء هذه تقول لكم متى المخارج بعد 1 كيلو بعد 2 كيلو 2 مايل 3 مايل زي كده عشان الواحد يحسب حسابه ما تلاقي دعس شوط من هناك فهمتوا على المخرج. اوكي انت بمجرد ما راح تخرجي من الخط السريع انت حتهدي مو بكيفك غصبا عنك لانه عادة يكون في اشارة وعادة تكون رباعية فيعني اكيد ما راح تكوني على ماشي على 60 مايل او 100 كيلو اتوقع 100 كيلو 120 كيلو زي كده. شوفوا الحين زي ما انتم شايفين في اصفر وفي سهم عادي. لو انا خرجت على السهم الاصفر على الطريق حق السهم الاصفر معناته انا اجباري اطلع على ذا الخط يطلعني على طول على المخرج. لو انا على الخط هذا شوفوا اللي انا موجوده عليه الحين تشوفوا معناته يا اطلع يا ما اطلع يعني يعطيني 2 options. انا ما راح اطلع عليه بس حوريكم لانه ذا الطريق طلعني على المطار وتعرفوا عادي اذا دخلتي في طريق المطار ما تقدر تطلعي فما ابغى اسوي الغلطه هذه. شوفوا الناس اللي الخط الاصفر اجباري طلعوا بس شوفوا عشان انا على الخط الابيض كنت اقدر اروح يمين كنت اقدر اطول فهمتوا؟ شوفوا انا صراحة يعني انا ماني متأكدة 100% انه نفس الاشارات في امريكا في السعودية لو ما هي كده ان شاء الله تصير كده لانه تسهل السواقة علينا احنا لو هي كده فهذه الدرجة يعني اللي بقول لكم عليها. شفتوا الخط السريع مرة يعجبني انا احب اسوق على الخط السريع خط صفر زي كده مرة يعجبني اسهل وما هو معقد يعني بس رجلك داس على البنزين وخلاص فما في له شيء كثير يمين بسرعه متساويه يسار سرعه زياده الخط اليسار مره الكاربول كيف تطلعي وكيف تنزلي الحين برضه هرجع انزل شوفوا نفس الحكايه لا اخترت اروح يمين فكيت الغماز خلاص حلو كيف نعدي مطب. المفروض انه في علامة تقول لنا انه في مطب قدامكم فكيف تعدي مطب؟ تهدي مرة تهدي عدينا. ليش يكون في مطب؟ ممكن يكون في مطب عشان الحي سكني اول شيء، ثاني حاجة ممكن يكون في مطب عشان في مدرسة وعيال يجروا، ممكن يكون في مطب عشان في خدمات قدام كونستراكشنز وكده فضروري تهدي. نفس الحكاية للدب أو الطعجة اللي تيجي كده نازلة على تحت تعديها زي ما تعدي المطب. كيف نعدي إشارة رباعية ستوب ساين؟ حلو شوفي انت توقف عند الستوب ساين جيتي آخر واحدة حتمشي آخر واحدة جيتي ولقيتي أحد قبلك في الإشارة عند الإشارة واقف هو اللي حيمشي أول، ثاني واحد جاء حيمشي ثاني، ثالث واحد جاء حيمشي ثالث، أنت آخر واحدة جيتي حتمشي رابع، فهمتوا هكذا دواليك. ضروري كمان عند الستوب ساين تفك السيجنال عشان تعلم الناس أنت فين رايحة وفين جاية. إيش معنى جملة الأولوية لمن بداخل الدوار؟ شوفوا هنا ما عندنا دوارات زي دوار جدة، عندنا الدويور صغير بس برضو نفس الفكرة. يعني معناته إذا في أحد أنت جاي شايفته لافف من الدوار
انت توقفي تستنيه هو يلف بعدين انت تدخلي، هتوقفي ضروري كده اوكي، هتلفي ما في احد هتلفي. اذا بتخرجي هتدي سيجنال، انا هاخد دويرة كاملة. وخرجت، الدوار كلهم نفس الفكرة وعندهم نفس الإشارة، صغير كبير وسط، تعطي الأولوية للي جوة الدوار بعدين انت تطلعي اوكي. والحياة حلوة اوكي يا بنات، كيف نسوق في الحفريات؟ موضوع مهم صح؟ اتحدى لو واحد يتكلم انك كيف تسوق في الحفريات. انا اقول لكم follow the signs، اتبعي الاشارات، اذا انت حاسة نفسك تايهة اتبعي السيارة اللي قدامك. شفتوا بيبسي مان؟ تخيلوا نفسكم بيبسي مان ويهدي السرعة، ويهدي السرعة، الوضع هو حيكون شخشوكة ما عليكم، بس انت مالك ومال، خليكي متبع الساين والسيارات اللي قدامك، عينك على الطريق. ودلوقتي هعلمكو ازاي تبركني في، شوفوا عندنا نوعين باركينج، واحد طولي واحد عرضي. انا اشوف انه من الضروري انك تتعلميهم الاثنين وبالاساليب اللي عندك، لانك هتضطري تستخدميهم الاثنين. والطولي صراحة يفك ازمات مرة كتير، بس ما اعرف ليش اغلب الشعب والله ما يعرف الا العرضي. اوكي شوفي انت دحين اول شيء تنشني عن الموقف اللي تبي توقفي عنده، انا بوقف على هذا الموقف، لما انشن عليه ابعد عنه ما اجي الصق جنبه اوكي. انا دائما افك الفليشر حتى لو ما حد ورايا كذا عاده. شوفي الله علي، حلو. لما انت بتخرجي من الباركينج ما تحتاج تلف الطاره، الطاره زي ما هي مستقيمه، انت بس طالعي ورا تشيكي ما في احد، تضربي الريوس ترجعي اوكي. عاد فين تبي تروحي؟ بتروحي يمين بتروحي يسار؟ انتبهي السيارات اللي وراك. بوريكم لو انه انا قربت قريب من الموقف، شوفوا انشن عليه. شوفي شايفين الوقفة التعبانة؟ هذا لمن يا بنات، تنشني مرة من قريب. شوفي هذا اللي حيصير. شوف في موقف هو عرضي بس بالريوس، لا تقولوا انا قاعده اتفزلك عليكم، والله ماني قاعده اتفزلك عليكم، بس قسم بيت الله الموقف هذا فادني في لحظات. تعرفوا لما تروحوا باركينج جراج وتلفوا تلفوا 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 ما في مواقف، وفي مواقف لكن ما حد يدخل فيها عشانها ضيقه. شفت المواقف هذه؟ نفعني في المواقف هذه، بوريكم والله مره سهل، بس تنتبه شوي زيادة عن الموقف العرضي العادي. حلو شوفوا هنا دحين ما في العجلة اللي بقول لكم عليها، بس the same idea اوكي.
وبس والله وانت راجعة وراك شوف الخطين توقفي في نص الخطين لا عليكي ولا وراكي. اذا ما انت متأكدة قديش ترجعي افضل طريقة انك تطلعي في سيارة جيرانك كيف واقفين. طيب يا بنات نيجي لاخر موقف عندنا اللي هو الموقف الطولي. والله في طريقتين للموقف الطولي على حسب الظروف. شوفوا في موقف طولي زي هذا اللي قبالي في سيارتين بس في مساحة كفاية بعيدة عن بعض يعني السيارتين، فلما تكون في مساحة كفاية عادي تقدري تخشي بكل أريحية، تخشي بعدين ترجعي تدخلي. هتسوي تعديلاتك، طالعي ورا لفيت الطارة. بسم الله قدام. اولا لا لا مظبوط يا بنات مظبوط. شوفوا هو اصعب من العرضي بس كيف اقول لكم، والله العظيم ان انا تعلمت الطولي اول تخيلوا بعدين تعلمت العرضي. ما تتخيلوا قد ايش يفك ازمات خصوصا في المواقف الميترد، هذه الميترد باركن اللي في الشارع كان مرة يفك لي ازمة. تعرفوا عاد في الجامعة خصوصا بالذات في الجامعة في الحرم الجامعي كل المواقف عندهم بالميتر، فتلاقيها افطه من المواقف العرضية. لما تيجي تخرجي منه ريوس 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 قد ما تقدري بسم الله، تفقدي الشارع يسارك او يمينك واطلعي. الطريقة الثانية لما يكون بين السيارة الاولى والثانية ما في مساحة، وهذا الرائج لانه عادة الحكومة هي تكون مخططة لهذا، فانا عندي مو مخطط اصلا هذا حي. فايش هي حتسوي؟ اللي حتسوي انك حتوقفي جنب السيارة اللي قدام، ثلاث ارباع سيارتك تكون جنب السيارة اللي قدام وديل السيارة ورا، تحاولي تدخلي في هذا الوصلة. عينك حلو. شوفوا انا اقول لكم ما راح تجيبوها من اول مره، مره طبيعي، وما تخافي ما تخلي ده الشيء يردك انك انت تستخدمي هذا او تتعلمي قصدي هذا الموقف. حتى انا يعني ما زبطته من اول مره، مع انكم شايفين انه دحين بظبطه من اول مره، مره ما كان من اول مره. ومو ضروري تكوني ترى بالمسطرة يعني، بس اهم شيء انك تكوني داخلة في الشارع، داخلة على الشارع بحيث انه ايش يعني ما يعني انه اذا احد مر ما يصدم لك مرايتك او حاجة، فهمتي علي؟ وبس والله ان شاء الله الحلقة تكون عجبتكم باذن الله واستفدتوا منها. اهم حاجة لا تنسوا لا تنسوا لا تنسوا تنشروها بين صحباتكم البنات، وهلا هلا يا بنات بالسواقة. وشوفوا الحلقة اللي بعدها، أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، انتبهوا على نفسكم، سلام.